مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. I hope you are well and have a wonderful day wherever you are. Welcome to another reading comprehension. Always try to remember we've got the three steps. Listen and read, listen and imitate, and finally try to shadow me, but don't worry about it. Our text for today is OUD. من 15 سنة كان عندي كلب صغير ولونه كان أسود وأبيض. لقيته بالشارع بعد ما رجعنا أنا وأبي من الحقول. من 15 سنة كان عندي كلب صغير ولونه كان أسود وأبيض. لقيته بالشارع بعد ما رجعنا أنا وأبي من الحقول. من 15 سنة كان عندي كلب صغير ولونه كان أسود وأبيض. لقيته بالشارع بعد ما رجعنا أنا وأبي من الحقول. أخذته على البيت وحممته وعطيته أكل وهو صار أحسن صديق إلي لأني كنت خجول كتير بالمدرسة. أخذته على البيت وحممته وعطيته أكل وهو صار أحسن صديق إلي لأني كنت خجول كتير بالمدرسة. أخذته على البيت وحممته وعطيته أكل وهو صار أحسن صديق إلي لأني كنت خجول كتير بالمدرسة. Try to read after me. من 15 سنة كان عندي كلب صغير ولونه كان أبيض وأسود. لقيته بالشارع بعد ما رجعنا أنا وأبي من الحقول. Second line. أخذته على البيت وحممته وعطيته. Let's try again. أخذته على البيت وحممته وعطيته أكل وهو صار أحسن صديق. أكل وهو صار أحسن صديق إلي لأني كنت خجول كتير بالمدرسة. One final read. Let's read it together. من 15 سنة كان عندي كلب صغير ولونه كان أسود وأبيض. لقيته بالشارع بعد ما رجعنا أنا وأبي من الحقول. أخذته على البيت وحممته وعطيته أكل وهو صار أحسن صديق إلي لأني كنت خجول كتير بالمدرسة. سميته عود لأني بحب آلة العود كتير. سميته عود لأني بحب آلة العود كتير. سميته عود لأني بحب آلة العود كتير. You try with me. سميته عود لأني بحب آلة العود كتير. وحابب رد اتعلم من جديد. وحابب رد اتعلم من جديد بعد ما توقفت من زمان. سميته عود لأني بحب آلة العود كتير وحابب رد أتعلم من جديد بعد ما توقفت من زمان. Shadow me. سميته عود لأني بحب آلة العود كتير وحابب رد أتعلم من جديد بعد ما توقفت من زمان.
كل صبح كنت أخده ونتمشى سوا. كل صبح كنت أخده ونتمشى سوا قبل المدرسة. كل صبح كنت أخده ونتمشى سوا قبل المدرسة، ولما برجع من المدرسة كنت بلاقيه قدام البيت ناطرني وبيستقبلني بابتسامة عريضة. بابتسامة عريضة. كل صبح كنت أخده ونتمشى. Try to read with me. كل صبح كنت أخده ونتمشى سوا قبل المدرسة، ولما برجع من المدرسة كنت بلاقيه قدام البيت ناطرني وبيستقبلني بابتسامة عريضة with a big grin. One final read together. كل صبح كنت أخده ونتمشى سوا قبل المدرسة، ولما برجع من المدرسة كنت بلاقيه قدام البيت ناطرني وبيستقبلني بابتسامة عريضة. كنا دائما نروح على الحديقة ونلعب كرة القدم سوا. كنا دائما نروح على الحديقة ونلعب كرة القدم سوا. كنا دائما نروح على الحديقة. Now you give it a try. كنا دائما نروح على الحديقة ونلعب كرة القدم سوا. ونلعب كرة القدم سوا. ونلعب كرة القدم سوا. عود كان جزء مهم من حياتي. عود كان جزء مهم من حياتي. Let's give a final read. Shadow me. كنا دائما نروح على الحديقة ونلعب كرة القدم سوا. عود كان جزء مهم من حياتي. My question to you. وانتو عندكن حيوان أليف. حيوان أليف is a pet. And do let us know if you got a pet. ممتاز. And with that, I'll end today's reading. I hope you really enjoyed yourselves. Till next time, stay safe and مع السلامة.